يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، أما ليلا يكون مائلا للحرارة رطب على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء الصغرى والعظمى. القاهرة 38-27، الإسكندرية 34-25، مطروح 32-24، بورسعيد 35-27، والإسماعيلية 39-26. إلى السويس 38-27، إنعريش 36-26، طابة 38-28، شرم الشيخ 40-31، والغردقة 41-31. إلى الأقصر 44-29، أسوان 44-30، الوادي الجديد 43-25، شلاتين 42-31، وحلايب 37-30. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.